للتنوير، وحنا حطينا الاخبار للسلطات وهما على علم. دونك هذا اضراب مفتوح، لاننا سبق ودرنا اشكال نضاليه قبل من هذا الشيء ودخلنا لطاوله الحوار. المهم الاهم هو سداد القروض اللي كيهدد يعني السيارات ديالنا، وحنا ولينا خايفين على السيارات ديالنا اللي يديهم لينا، العناء ديال سنين اللي تعبنا عليهم. يعني كاينين اتصالات من الابناك، اجيو سدوا داكشي اللي عليكم، اجيو هذا. مي دابا المشكل فينا هو المشكل هو راه كاين الروبور، ولكن تطالبوا منا اننا نأديو فوائد، وهاد الفوائد حنا ما خدامينش. يعني لا يعقل انك ما خدامش وتأدي فوائد، هذا منطقيا يعني. والنقل السياحي اللي هو في شلل تام، حنا عندنا كيف كتشوفوا هنا سيارات اللي كتشتغل، يعني السياحه الداخليه قليل في كتطلب هذه السيارات، يعني ماشي بحال مازال المينيبيس وهذاك الشيء شي شويه، ولكن هذه السيارات هذو راه في شلل تام. كاين اللي جروا ليه الطوموبيلات ديالهم، كاين اللي داو ليهم الطوموبيلات ديالهم. دابا الاشكال هو تسينا واحد عقد برنامج، وذاك عقد برنامج غامض، يتضمن يعني الحفاظ على الشغيله كيف نادى بها صاحب الجلاله مباشره من بعد خطاب العرش. جاء هذا عقد برنامج لتفعيل يعني لتفعيل تعليمات صاحب الجلاله، ولكن هذا السداد ديال القروض يعني هذا البند يعني غامض، قال لك ني بيناليتي ني، ولكن ما هضروش لنا على الفوائد. تنطالبوا يعني يعطيونا مهله ديال اعفاء يعني من السداد ديال 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 المستحقات ديال القروض الى القطاع يرد العافيه ديالو. هادشي اللي كنطلب انا، يعني انا راه حريفي، انا كبرت في هذه المهنه، يعني انا جيت باقي دري صغير كبرت في هذه المهنه، ويلاه درت المقاوله ديالي، يعني من بعد فاش اشتغلت سائق ومن بعد يعني تعبت حاولت نطور راسي، ولكن لا اله الا الله. لا لا احنا نحتضر فعلا هذه الكلمه هذه جبتيها على صواب. النقل السياحي يحتضر، لانه النقل السياحي عنده علاقه ديريكت مع زبناء ديالهم اللي هما الناس خارج الوطن، على غرار لي زوتيل وبعض الاماكن السياحيه، لانه لي زوتيل ممكن يخدموا مع المغاربه وما هذا الشيء. حنا النقل السياحي ما نقدروش نخدموا معاهم، لان النقل السياحي كنخدموا سيرتو مع النصارى، مع الناس اللي خارجين، الناس السياح كيجيو الاجانب. وحنا متضررين منذ شهر واحد، وحنا متضررين وحنا حاسين بكورونا بلامباك ديالها. انا كورونا كما كتعرفوا بدات في اواخر 2019 وبدينا كنحسوا بها لي زانيولاسيون. كاين بعض الدول اللي بداوا في الكونفينمون من بدايه السنه، وحنا كنضروا والله هذا الله غالب. المشكل الكبير اللي عندنا هو انه الحكومه ديالنا حتى هي ما متعاوناش معنا، سورتو مع لي تي بي لي بي ام، يعني الشركات الصغرى والمتوسطه ما متعاوناش معنا، كتعاونها مع الناس الكبار اللي شبعانين مع لي غورغوكان، اسمحوا لي على الكلمه هذه. وكنتمناو على الله احنا خرجنا اليوم باش نزيدو نديرو لا بريسيون، لانه صاحب الجلاله عطى التعليمات ديالو انه لازم يكون لا ماشي حلول، لازم يكون دعم. صاحب الجلاله عطى الامر ديالو بانه يكون دعم مباشر للقطاعات المتضرره منهم النقل السياحي. والى حد الساعه كنطلبوا الوزارات كيعطيوهم ارساليات باش انهم نلتقيو معاهم، ريحوا مع الاطابل. ما كيلتقيوناش، كيلتقيو غير دوك الناس الكبار، الناس اللي شبعانه، الناس الشركات الكبار، وهاد الناس الصغار للشركات الصغرى والشباب اللي يلاه بادي في الدومين هذا ولا اذن صاغيه كتصمت لهم. ونتمنوا على الله انه الصوت ديالنا يوصل ان شاء الله، نتمنوا على الله ان الصوت ديالنا يوصل وبكم ان شاء الله صوتنا خصو يوصل ان شاء الله. اليوم جينا باش نكرسوا المبدا ديال ان هاد الناس ولا القطاعات الوصيه علينا خصها تحاول ما امكن انها تاخذ البادره من عندها. كرسنا واحد المبدا ديال الحوار من الاول مع هاد الناس، حاولنا نفتحوا جميع الابواب، الابواب لحد الان مصدوده، المشاكل كاينه قيمه، المعاناة كثيرة، معاناة من الناحية الاقتصادي من الناحية الاجتماعي، إخوان حتى النفسي. المهم كاين بزاف ديال العذابات، حنا حاولنا ما أمكن أن نختصرهم. حنا اليوم جايين وجايين باش نكرسوا المبدأ ديال حنا كنعيشوا داخل واحد الوطن اللي بغينا منه حاجة واحدة، أن هذه الوزارة الوصية تلقى لنا حلول مع الأبناك، تلقى لنا حلول مع التأمين، تلقى لنا حلول مع صندوق الضمان الاجتماعي. كنطالبوا بتعزيز سداد الديون بدون فوائد. الإشكال اللي عندنا هو أن مجموعة ديال الأبناك قبلات أنها تأجل سداد ديال الديون، ولكن مع فوائد اللي هي خطيرة بزاف، خطيرة على الكهل ديالنا. يعني جينا نخلصوا ديك الفوائد، اللهم من دابا نقولوا بأن حنا ما عندناش وما غنقدروش، حيت ما عندناش مداخل باش نأديو المستحقات ديالنا. ماشي حنا ما بغيناش نخلصوا،
حنا عندنا المشكله ديال ان ما عندناش مداخل من الناس نخلصوا. حنا كلشي المنافذ الجويه البحريه مسدوده، كيفاش غنخدموا؟ حنا معروفين باننا كنخدموا مع الخارج، ولا بقات الوزاره الوصيه، لا وزاره السياحه، لا وزاره النقل ساده الاذن ديالها علينا، راه حنا غنمشيو للافلاس، غنمشيو للتصفيه القضائيه، غنمشيو للحلول اللي هي نهائيه ومفصليه، اللي هي مفروضه علينا، ماشي حنا بغيناها ولكن هي تفرضات علينا.